مربع الشكل زي ما حضراتكم شايفين جميل. ركزوا بقى معايا الراجل سقفه ازاي اللي هو المهندس. عمل اربع دعامات مكسوه من الالباستر. ركزوا معايا اهو، واحد اتنين ثلاثة اربعة. هتقعدوا القعده دي وتشرحوا الكلام ده وفي الامتحان هتقولوا الكلام ده، ما هو اللي في الكتاب. مساحه مربعه يتوسط المربع اربع اكتاف او اربع دعامات. العمود ده دكتور، لا ما نقولش عمود، كتف او دعامه. العمود اللي بيبقى مستديره بشوي. تمام خلاص تعال. نعم شرط انه يكون مش خامس، ده دخول في الجدران. بصوا يا جماعه خليكم معايا، من ماركو بيقول ايه؟ ادي المساحه المربعه، تعالوا جوه هنا عند الحته اللي نهايه المنبر الاخضر. بصوا جزء نص مربع من نفس الحيطه، ده نص مربع داخل في الحيطه. انت معايا يا ماركو؟ معايا ولا نص مربع صغير دخل في نص مربع. طيب تعالوا هنا نركز تاني، اربع دعامات. اطلع فوق، خد راحتك ان شاء الله، نام على ظهرك ماشي. اطلع فوق، الاربع دعامات شايله اربع عقود نصف دائريه. مش هكمل الا ما تقولوا لي تمام. الاربع دعامات شايله اربع عقود، اللي ما بين كل عقد والتاني فيه مثلث مقلوب، مثلث او مقلوبه ماركو، جواه اسم من اسماء الخلفاء الراشدين. ها وصلت؟ بصي يا مريم، بصي ادي قرشه كبيره اهو، صح؟ قرشه، وادي قدامك قرشه، وادي قرش وقرش فوقينا، يبقى اربعه، صح؟ نتج ما بينهم ايه يا جماعه؟ نتج ما بينهم اربع مثلثات، رؤوسها انتوا معايا؟ رؤوسها مقلوبه، اللي في كل مثلث معايا. حنان معايا حضرتك؟ لا قولي ايه بجد؟ بجد والله؟ خلاص؟ مش الأربعة دول هم أربعة كده؟ اللي إيه؟ هم لا بص بص أنت عارف القرش صح؟ أدي واحد، أدي فوق ده اثنين، أدي ثلاثة، أدي أربعة. بص الناتج ما بينهم إيه؟ مثلث جواه فيه أبو بكر شفاه وعلي وعثمان وإيه؟ مثلث مقلوب وسلطان، مثلث مقلوب. ودي اللي بيجيبها لكم في الامتحان، كيف تقام أبا؟ بصوا كيف تقام قبة؟ يبقى انا عندي اقامة القبة ايه؟ لازم يكون مساحة مربعة عشان تقام قبة، يا اما مقرنصات زي اللي احنا بنشوفها، يا اما اربع عقود ويعملوا له اربع مثلثات، يا اما في الاقمر مثلث كروي فبيديني قبة ايه؟ ضخمة. انتوا معايا يا جماعة؟ طيب اطلع بعد كده، يبقى كون لي شكل مستدير. لو انا وصلت العقود اللي من فوق لبعضها كده ببعض اداني شكل ايه؟ مستدير. طالما طلع عندي شكل مستدير يبقى سهل جدا ان انا اعمل ايه؟ القبه. يبقى اول سقف اتعمل عندي القبه المركزيه اللي ارتفاعها 52 متر. الكلام ده لازم تقولوه للاجانب. خلاص؟ ماشي؟ طيب انا عندي في الهندسه يا عم عمرو اربع عقود بيكون له قبه. طب لو قسمت، لو قلت عقدين هيدولي ايه؟ نص قبة. نص قبة اللي هما في الركن ده. انتوا معايا ولا مش معايا؟ هما اللي في الركن. أربع عقود بيدوني ايه؟ قبة. طب لو قلت عقدين هيدوني ايه؟ نص قبة. طب النص قبة جت ازاي؟ بصوا نفس الكتف. بصوا خليكم معايا والنبي. على الحيطة، بصوا على الحيطة، وراح أعمل قرش، عقد أهو، صح؟ ده إيه؟ وراح أعمل قرش. ووصلهم، اصل كل ده هندسه مش اعتباطا، ووصلهم يبقى اداني ايه؟ اهي نص قبه اهي. اهي فوقين اهي، ماشي؟ يبقى نص قبه، وعمل نفس الحكايه هنا، وعمل نفس الحكايه هنا، وعمل نفس الحكايه هنا، يبقى حوالين القبه اربع انصاف كبار، بس انا هنا موجود ايه؟ خمس انصاف مش اربعه. ايه الخمسه منين؟ بتوع النص المربع الصغير البارز اللي انت بتتكلم عليها ماركو اول ما قعدت. اللي فوق المحراب. خلاص يا جماعه، يبقى السقف هنا عباره عن ايه؟ عباره عن قبه مركزيه وخمس انصاف قباب، بس الراجل هيبقى عنده فراغ. ايه هو الفراغ؟ الاركان الاربعه. جاف الاركان الاربعه وراح عامل قبه، وهنا عمل قبه، وهنا عمل قبه في الاركان الاربعه، يبقى اجمالي عشان ما تنساش خمس قباب اكبرهم اوسطهم، وخمس انصاف او خمسه وخمسه عشان ما تنساش. استغلت القبه اللي في الركن الغربي واتعمل بعد كده مقصوره اهي من النحاس، شايفين اللي هناك ده ايه؟ المقصوره دي يا جماعه جواها المقبره الوحيده، مقبره محمد علي باشا الراجل المدفون. نعم. ما هو قال الدكتور خمسه وخمسه. وادي الخمسه اللي فوق النص المعراض.
خلاص ماشي. الخمسه التانيين في الدولار اربعه. الخمس كباب ادي القبه الكبيره وادي اللي في الارنب. مالناش دعوه هو اراد كده. لا لا هو اراد كده. لا طبعا الجدران نعم عنده مقابر عيله. نعم عنده مقابر عيله. الوحيد اللي مدفون هنا هو، وبقيه العيله مدفونه في الرفاعي ومدفونه عند الامام الشافعي ومدفونه في الاراضي. مش هنا صلاه؟ نعم في صلاه. مين قال لك في صلاه؟ وقت الصلاه بيخلوا الجزء اللي هناك ده مكان للصلاه، عشان كده عاملين حرف. حضرتك قلت ما يستحبش الصلاه في مكان فيه ضريبه. ليه؟ تم السلطان حسن في ضريح. أنا ما قلتش لا يحب الصلاة جوه الضريح. المنبر ده من الرخام الألباستر. الله، طب أنا عندي منبر أخضر أهو. شايفاه أهو؟ اللي مدارينه الناس. أيهما القديم اللي من أيام محمد علي؟ الألباستر. الألباستر ولا الأخضر؟ الألباستر. الألباستر، ليه؟ عشان كله مستخدم من الألباستر. أنا بسألها. ليه؟ أيوة شيرين. ايوه يا نرمين. مش مفصول عنهم اصلا يعني. كانت تخيلي الوحيده اللي قالت صح. طبعا انا عارف ان انت هتقول صح. رانيا كلامها صح. الاصلي الاخضر مش الالاباستر. ليه؟ بصوا معايا ما تبقوش تتسرعوا في الاجابه. اولا لو طردت الناس دي، الزخرفه اللي واخده لون ذهبي نفس الزخرفه بتاعت الجامع اللي هي الباروك والروكوكو. اطلعي فوق، اطلعي فوق في قمه. في قمة بقلم رصاص صح؟ فوق المنبر قمة. أعتقد إن القمة دي محصورة بالترابزين. بص الترابزين البلكونة اللي هي داير ما يدور بتاع الحديد. بص قفش المنبر. إذا المنبر الألباستر ده عارفين من عمل مين؟ من عمل الملك فاروق حفيد محمد علي باشا. هو اللي عمل. إذا المنبر الأصلي هو المنبر الأخضر اللي أنتوا شايفينه. ليه فكرة يا دكتور وقف الموضوع ده؟ ولا ليه فكرة؟ ما ينزلش يعدي خط رقاب الناس ولا أي حاجة. هو بصمة. نعم. عشان ما يخطيش على الناس يا دكتور يوم الجمعة. ده خشب. يا دكتور هو يوم الجمعة الإمام ينزل مع المنبر عشان يوم الناس. ده شغل المرشدين. ده شغل المرشدين. الأخضر يا دكتور من أيام الجامعة؟ الأخضر من أيام الجامعة. الجامعة الثانية 1936. محمد فاروق. هنا في مقصورة يا جماعة. طبعًا المرشدين زي ما قال عمرو. المرشد دي بيقول لك اصل هو عمل كده عشان الامام لما ينزل بعد ما يخطب هيمشي كل ده ويقف في المحراب. الكلام ده كلام فاضي. الكلام ده كلام فاضي خلاص، ليس له اي اساس. زي ما بيقولوا ايه ده، في مقصوره في الجهه الشماليه الغربيه مكان فوق مخصص لصلاه الحريم. حريم مين اللي هيجيبه محمد علي عشان يصلوا هنا؟ كلام فاضي. المقصوره دي مخصصه لمحمد علي نفسه عشان لما يجي يقعد خوفا من الاختيارات، هيقعد في وسط الناس. ده دلوقتي صاحبكم لما بيخش جامع الجوامع اللي حواليه كلها بتبقى اتعملت له خوفا من ايه؟ من الاختيارات. طبعا السقف زي ما انتم شايفين كله خشب مغطى يا نرمين من فوق بطبقه كبيره جدا من الرصاص. خلاص يا جماعه؟ خلاص ولا في اي اسئله؟ نعم. نعم. أسماء الخلفاء الراشدين. هم خمسة.